نعم، في آخر الزمان الدجال هو المسيح، مسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة. وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود، وتجمع اليهود الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، تجمع اليهود في فلسطين إرهاص لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله، ويحصل منه فتنة عظيمة ويجول في البلاد، وما من بلد لا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه، ما يبقى فيها إلا أهل الإيمان، لأن ترجف المدينة ترجف، يخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق إذا جاء الدجال.